أعلن جهاز المساحة وتسجيل العقاري عن إطلاق مشروع بحرين ستريت فيو لتصوير شوارع مملكة البحرين بتقنية التصوير البانورامي من خلال توظيف خدمة التجول الافتراضي، والتي ستتيح استكشاف شوارع مملكة البحرين ومعالمها والتجول بها افتراضيا عبر تطبيق خارطة جوجل. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمراء رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن المشروع يمثل نقلة نوعية بمجال البيانات المكانية في مملكة البحرين، من حيث تحديث البيانات الجيومكانية والتي ستنعكس بشكل كبير على الخرائط الوطنية، ومنها إتاحة الفرصة للتعرف على معالم المملكة السياحية والأثرية والتجول فيها افتراضيا. وأضاف أنه من المؤمل الانتهاء من مشروع التصوير خلال النصف الأول من العام المقبل، وسيتم تحميل الصور على منصة خارطة جوجل بشكل تدريجي، مشيرا في هذا الصدد لمساعي جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتعزيز توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وتنفيذ خطة شاملة تضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات المرحلة القادمة من التحول الرقمي. اليوم دشن مشروع بحرين ستريت فيو، والمشروع عبارة عن تصوير شوارع البحرين بتقنية بانورامية أو بتقنية ثلاث كاميرات عالية الدقة. التقنية راح تفيدنا في وضع خارطة البحرين على برنامج جوجل ستريت فيو العالمي. طبعا يأتي هذا المشروع من ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات اللي راح تعزز وتطور قدرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحطه في وضع متقدم، بحيث أنه يقدر يخدم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمعنية بهذا النوع من المعلومات اللي تتمحور حول المعلومات المكانية. طبعا كل هذا يأتي ضمن توجهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا متقدمة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والأنظمة، ويعزز البنى التحتية الرقمية للمملكة.